السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس محمد عبد العظيم، وبنواصل الحديث عن موضوع الـ Process Safety Management. في الفيديو السابق تحدثنا معا عن الـ CCPS Process Safety Management، وفي هذا الفيديو سنتحدث ببعض التفصيل عن الـ RPBS for Foundational Blocks، الـ Risk-Based Process Safety for Foundational Blocks. عرفنا من الفيديو السابق أن الـ Framework اللي قدمه الـ CCBS والمسمى Risk-Based Process Safety وهو ظاهر أمامنا الآن، بيتكون من أربعة foundational blocks. الأربعة foundational blocks لو استعرضناهم هما الـ commitment to process safety والـ understand hazards and risks والـ manage risks والـ learn from experience. هناخد كما يظهر في الفريم وورك أو الشكل الممثل للفريم وورك، الأربعة foundational blocks كما يظهر في أسفل الرسم الواضح أمامكم: commitment to process safety will understand hazards and risks، وجنبه المناج ريسك، وجنبه learn from experience. كل foundational block من دول بيقوم عليه مجموعة عناصر من عناصر الـ process CCBS process safety management الـ risk based process safety. فالقاعدة الأولى الـ commitment to process safety بيقوم عليها كما هو يظهر خمسة element. القاعدة الثانية understand hazards and risk بيقوم عليها اثنين element. القاعدة الثالثة manage risk بيقوم عليها تسعة element. والقاعدة الرابعة learn from experience بيقوم عليها أربعة element. وده كان اللي احنا وضحناه في الفيديو السابق. في هذا الفيديو هنركز على القاعدة نفسها الـ foundational block نفسه، ونبدأ بالـ foundational block الأول اللي هو commitment to process safety، الالتزام بسياسة بسلامة العملية. فبنقول إن الالتزام الحقيقي بسلامة العمليات هو حجر الزاوية cornerstone في التميز في سلامة العمليات process safety excellence. يبقى true commitment to process safety is the cornerstone of the process safety excellence. والتزام الإدارة ليس له بديل في الحقيقة، والمنظمات أو الشركات عامة لا تتحسن وتتطور بشكل عام بدون قيادة قوية والتزام قوي. Company generally don't improve without strong leadership and solid commitment. فالمانجمنت commitment has no substitute. The entire company must make the same commitment. الشركة بالكامل، عاملين وموظفين ومديرين وقيادات، يجب أن تقدم نفس الالتزام بسلامة العمليات. فالعاملين المقتنعين بأن الشركة كلها تدعم سلامة العمليات كقيمة أساسية core value، سوف يميلون إلى عمل الأشياء الصحيحة بالطرق والإجراءات الصحيحة في الأوقات المناسبة
حتى وإن لم يكن هناك أحد يراهم أو يراقبهم. The entire company must make the same commitment. A workforce that is convinced that the company fully supports safety as a core value will tend to do the right things in the right ways at the right times, even when no one is looking, no one is watching. هذا السلوك الجيد أو هذا السلوك الممتاز يجب أن يتم رعايته والاحتفاظ به باستمرار في كل أنحاء الشركة. فبمجرد أن يتم دمج الالتزام بسلامة العمليات في ثقافة الشركة فإنها تساعد في الحفاظ على التركيز على التميز في الجوانب التقنية والفنية لسلامة العمليات. This behavior should be consistently nurtured and celebrated throughout the company. Once it's embedded in the company culture, this commitment to process safety can help sustain the focus on excellence in the more technical aspects of process safety. وكما نعرف فإن هذه القاعدة التأسيسية والمسماه بالالتزام بسلامة العمليات commitment to process safety بتتكون أو بيقف عليها خمس عناصر أساسية وهي الـ process safety culture وده رقم واحد. رقم اثنين الـ compliance with standards. رقم ثلاثة الـ process safety competency. رقم أربعة الـ workforce involvement. رقم خمسة الـ stakeholders outreach. دي الخمس عناصر اللي بتكون القاعدة الأولى للـ risk-based process safety والمسمى بالالتزام بسلامة العملية commitment to process safety. ننتقل إلى القاعدة الثانية وهي التي تسمى understand hazards and risks فهم الأخطار والمخاطرات الموجودة في مكان العمل والموجودة في الشركة عامة وفي الوحدات المكونة لها. فالشركات التي تفهم الأخطار والمخاطر التي تتعامل معها تكون أكثر قدرة على تخصيص الموارد والميزانيات وتكون هذه الموارد والميزانيات محدودة تكون أكثر قدرة على تخصيصها وبطرق أكثر فعالية. Company that understand hazards and risks are better able to allocate limited resources in the most effective manner. فالخبرات في عالم الصناعة أثبتت أن الشركات التي تستخدم معلومات الأخطار والمخاطر في تخطيط وتطوير ونشر عمليات مستقرة منخفضة المخاطر يمكنها أن تتمتع بالنجاح لمدى أطول. Industry experience has demonstrated that businesses using hazard and risk information to plan, develop and deploy stable lower risk operations are much more likely to enjoy long-term
success. ففهم المخاطر والأخطار ده هو القاعدة التأسيسية الثانية المكونة للـ RPPS Risk Based Process Safety Framework، وهي بتتكون من عنصرين أساسيين. العنصر الأول وهو الـ Process Knowledge Management، والعنصر الثاني وهو الـ Hazards Identification and Risk Analysis. Hazard Identification and Risk Analysis. ننتقل إلى القاعدة التأسيسية الثالثة، وهي القاعدة التأسيسية الأوسع في الفريمورك الخاص بالـ Risk Based Process Safety والمسمى بالـ Manage Risks. فإدارة المخاطر بتركز في ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى هي تشغيل وصيانة العمليات التي تنطوي على مخاطر، تشغيلها بكل حكمة. Prudently operating and maintaining processes that pose the risk. تشغيل وصيانة العمليات التي تنطوي على مخاطر، تشغيلها بكل حكمة. القضية الثانية هي إدارة التغييرات في تلك العمليات لضمان بقاء المخاطر في حدود يمكن احتمالها. Managing changes to those processes to ensure that the risk remain tolerable. القضية الثالثة وهي الاستعداد والتجهيز للحوادث التي قد تحدث والاستجابة لها وإدارتها. Preparing for, responding to, and managing incidents that do occur. فإدارة المخاطر بتساعد الشركات على إنشاء أنظمة إدارة تساعد في الحفاظ على عمليات طويلة الأجل وخالية من الحوادث وأيضاً مربحة. Managing risk helps a company or a facility deploy management systems that help sustain long-term incident-free and profitable operations. بتتكون القاعدة الثالثة المكونة للـ RPPS framework بتتكون من تسعة عناصر. Managing risk has nine elements as follows. العنصر الأول هو operating procedures. العنصر الثاني اللي هو safe work practices. العنصر الثالث الـ asset integrity and reliability. العنصر الرابع الكونتراكتورز مانجمنت. العنصر الخامس تريننج اند بيرفورمانس اشورنس. العنصر السادس مانجمنت اوف تشينج. العنصر السابع الاوبريشنال ريدنس. العنصر الثامن الكونداكت اوف اوبريشنز. والعنصر التاسع الامرجنسي مانجمنت. اذا ما انتقلنا الى العنصر او القاعده التاسيسيه الرابعه
والمسمى بال learn from experience، التعلم من التجارب أو من الخبرات السابقة. فالتعلم من الخبرات والتجارب السابقة بيشتمل على مراقبة وتحليل مصادر المعلومات الداخلية والخارجية. فبالرغم من المجهودات الممتازة المبذولة من الشركات، إلا أن العمليات قد لا تسير أحياناً طبقاً لما هو مخطط له. لذلك يجب على الشركات أن تكون جاهزة دائماً لتحويل أخطائها وأخطاء الآخرين إلى فرص لتحسين مجهودات سلامة العملية. Learning from experience involves monitoring and acting on internal and external sources of information. Despite a company's best efforts, operations don't always proceed as planned. So organizations must be ready to turn their mistakes and those of others into opportunities to improve process safety effort. وأكثر الطرق فعالية للتعلم من الخبرات والتجارب السابقة هي كالتالي: The most cost-effective ways to learn from experience are to apply best practices to make the most effective use of available resources. تطبيق أحسن الممارسات المسمى بالbest practices، وذلك للوصول إلى الاستخدام الفعال most effective use للموارد المتاحة available resources. رقم 2، تصحيح أوجه القصور deficiencies التي كشفت عنها الحوادث الداخلية internal incidents، وكذلك الحوادث وشيكة الوقوع near misses. Correct deficiencies exposed by internal incidents and near misses. رقم 3، ممكن تطبيق نظام الدروس المستفادة lessons learned من الحوادث التي تقع في الشركات الأخرى apply lessons learned from other organizations. فبالإضافة إلى معرفة الفرص المتاحة لإدارة المخاطر بأحسن الطرق، فيجب على الشركات تطوير ثقافة وبنية تحتية تساعد على تذكر الدروس وتطبيقها في المستقبل. Companies must develop culture and infrastructure that helps them remember the lessons and apply them in the future. ويمكن استخدام المقاييس الميتريكس لتقديم ملاحظات في الوقت المناسب حول طريقة عمل أنظمة إدارة الـ RBBS. Metrics can be used to provide timely feedback on the workings of RBBS management systems. كذلك يمكن مراجعة الإدارة عمل management review، وذلك بعمل تقييم دوري بكل أمانة، مما يساعد على الحفاظ على الأداء الحالي ودفع التحسين في المجالات التي تعتبرها الإدارة مهمة. Periodic honest self-evaluation helps sustain existing performance and drive improvement in areas deemed important by management. Learn from experience
كفاونديشنال بلوك رقم 4 has four elements as follow. الفور elements أو العناصر الأربعة المكونة للفاونديشنال بلوك الرابع المسمى بال learn from experience هم ال incident investigation رقم 1، رقم 2 ال measurement and metrics، رقم 3 ال auditing، رقم 4 ال management review and continuous improvement. وعامة التركيز على هذه الركائز التأسيسية الأربعة الـ Four Foundational Blocks سوف يمكن الشركات من تحسين فعالية برامج إدارة سلامة العمليات ويمكنها من تخفيض الـ Frequency أو التكرارية والـ Severity الشدة للحوادث التي يمكن أن تقع. Focusing on these four foundational blocks should enable an organization to improve its process safety effectiveness, reduce the frequency and severity of incidents, and improve its long-term safety, environmental, and business performance. كما أن هذا الأسلوب في إدارة سلامة العمليات حسب درجة المخاطر والمسمى بالRisk Based Process Safety يساعد في تجنب الثغرات الGaps والتناقضات الInconsistencies والعمل الزائد الExcess Works أو العمل غير الكافي الـ insufficient works وعملية إعادة الأعمال الـ reworking والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل نظام إدارة سلامة العمليات ككل. This risk-based approach helps avoid gaps, inconsistencies, and excess work. Insufficient work and rework that can lead to system failure. ولكي يعمل نظام إدارة سلامة العمليات بأقصى فعالية ممكنة يجب على الشركات دمج عمل integration مكونات وممارسات نظام Risk Based Process Safety دمجه مع نظم الإدارة الأخرى Other Management Systems زي نظم الـ Product Quality ونظام الـ Equipment and Human Reliability Management System ونظام الـ Personal Health and Safety Management System ونظام الـ Security والـ Environmental Protection Management System. For process safety management to work most effectively, companies should integrate their RPPS practices with other management systems, such as those for product quality, equipment and human reliability, personal health and safety, environmental protection and security. نكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع ونلقاكم على خير قريبا في فيديو قادم نستعرض فيه الستة عناصر التي توجد في الـ CCBS Process Safety Management Risk Based Process Safety ولم تكن موجودة في الأوشا Process Safety.